الخير على كل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم لمتنا مع نهى. موضوع حلقتنا النهاردة هيكون على ظل الرجل ولا ظل حيطة، المثل اللي احنا دايما بنقوله وبنردده عندنا في بيوتنا. هنعرف مدى أصحته أو لا، ده من ضيوفنا النهاردة الأستاذة صفاء العليوة الإعلامية وسفيرة النوايا الحسنة. أهلا بحضرتك، نورتينا ونورتي مصر. تسلمي يا حبيبتي مصر. والدكتورة رشا عبد العزيز، دكتوراه تربوي وإعلامي جامعة عين شمس. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. قول لنا بقى المثل ده، نبتدي بحضرتك. الحقيقة المثل ده خلينا نشرحه من اتجاهين، هل الرجل هيحب ان هو يكون ظل، مجرد ظل في حياة المرأة، وهل المرأة هتكتفي بالرجل ان هو يكون ظل؟ طبعا انا بشوف ان الرجل ما يحبش ابدا ان هو يكون ظل في حياة المرأة، وابائنا واجدادنا وحياتنا الشرقية ما بتقولش ابدا ان الرجل المفروض ان هو يكون مجرد ظل. الحقيقة في ظل الظروف اللي احنا فيها دلوقتي، ظروف اقتصادية واجتماعية، الأب والأم بيشتغلوا فترات طويلة جدا، فده أدى ان هما ما بقوش يفهموا الأولاد ايه معنى أسرة وايه دور كل من الرجل ايه والمرأة ايه، فده أدى طبعا ان الناس فقدت كل المعايير والقيم اللي كانت موجودة زمان. يعني حضرتك مش مع مقولة ان هو مجرد يبقى ضل؟ لا طبعا، مين يقبل ان مخلوق يكون ليه دور في المجتمع ان احنا نعتبره مجرد ضل؟ طب هو الضل هنا حضرتك، الضل يعني احنا بنميز بيه مثلا، هو لازم يبقى ضل بس كنوع من الحماية النفسية والاجتماعية وكده، ولا مجرد سند للأسرة والله شوفي حضرتك، احنا كمجتمع مصري اللي انا شايفاه ان احنا ماشيين بحاجات كتيره جدا في حياتنا بالامثله، موروثات وامثله وحاجات زي دي. ممكن الامثله دي قيلت في بعض المواقف، احنا ما ينفعش نختزل حياتنا على مواقف حصلت في الماضي او حصلت مع شخصيه ما فبناء عليها قالت الكلمه فانتقلت من شخص لشخص. طبعا ممكن يكون اللي قالت المثل ده ست كانت مثلا عانت في حياتها او تعذبت او اتبهدلت واتطلقت مثلا، او سابت بيت اهلها وراحت جوزها وقعدت عند اهلها فلقت مشاكل كتير، فاضطرت انها يعني لقت او فهمت انه وجود زوجها في حياتها اهم من انها تكون لوحدها. عشان نحكم في الامور صح لازم ندرس الامور من كل الجوانب، من اتجاهات كتيره جدا. يعني انا عشان اقول الراجل ضل حقيقي، هو ايه معنى الظل؟ الظل ان احنا لو في الشمس تعبانين في يوم حر واحنا في شارع او في صحراء بنجري بنستظل تحت ظل شجره، فلما بتستظلي تحت ظل شجره بتحميكي من حراره الشمس ومن الغبار ومن الخوف ومن حاجات كتيره جدا، بتحسي بالحمايه والحنان. الشجره دايما بتدي حب وحنان وحاجات كده كتير وثمار وحاجات حلوه. يعني احنا واحنا اطفال لما كنا بنلعب بنروح نقعد تحت شجره، بنحب الثمار اللي بتنزل منها ناكلها نلعب تحتها، في ذكريات جميله مع الشجر. والظل عموما يعني، فهنا يعني معنى ظل ده برضو له معنى كبير. يعني الرجل لازم يكون حماية، سند، أمان، حب، احتواء، حاجات كتيرة قوي. فهنا أعتقد أنا ده المضمون من كلمة ظل راجل ولا ظل حيط. وممكن احنا برضو نستشهد بالقرآن ان ربنا سبحانه وتعالى قال الرجال قوامون على النساء بأشياء كتير، بإيه؟ بأنه لازم الرجل يكون كل حاجة في الدنيا للست. ربنا خلق آدم وبعد كده خلق من ضلعه حواء يعني، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن ان هما الاثنين خلقنا لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها، يعني سكن، وجعلنا بينكم مودة ورحمة. فالزوج ده هو للزوجة بعد اهلها وبعد وطنها وبعد شغلها وبعد حياتها، هو كل شيء. ممكن الزوجة يكون معاها فلوس كتيرة قوي بس ما تلاقيش السعادة، ما تلاقيش الامان، ما تلاقيش الفرح. ممكن الراجل يكون فقير جدا وست تتجوزه وتلاقي معاه كل الدنيا ويفتح لها كل شيء. هنكمل نقاش حضرتك بس بعد الفاصل. نطلع فاصل نتقابل. انضمنا في الفاصل دكتور هشام ماجد استشاري الطب النفسي والمحاضر الدولي. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. كان موضوع حلقتنا زي ما حضرتك عارف اللي هو ظل راجل ولا ظل حيطه، كنا عايزين نعرف راي حضرتك في المثل ده. والله هو طب لو قلنا ظل ست ولا ظل حيطه ايه رايك؟ يعني
يعني تواجد الست في البيت اه طبعا مهم ده اكيد. لا هي مواريث مواريث مفهوم الضلة عند حضرتك ايه؟ لا لا مواريث أمثلة من مواريث الخاطئة والمعتقدات الخاطئة، إن ده بيدل على الاستهانة بالمرأة وبيدل على الضعف للمرأة، إن يبقى ضل راجل ولا ضل حيطة بالنسبة لها معنى كده إن أنا بلغي كيان المرأة، بلغي كيان الست، بلغيها كإنسان ليه قرار وليه وعنده حرية الاختيار وعنده إنه يقدر يقف على رجله ويقدر يعمل ويقدر يعمل مستحيل كمان. وفي مصر أمثلة للمرأة المصرية أعظم ما يكون على مستوى العالم يعني. فعشان أقول ضل راجل ولا ضل حيطة فده مثل خاطئ ومواريث خاطئة، زي بالظبط ضل ست ولا ضل حيطة، يعني مثل خاطئ ومواريث خاطئة، وللأسف الأجيال بتتربى عليها والشباب بيتربى عليه. وتيجي تسأل طب إيه العذر في المثل زي كده، يقول لك عشان بنت تتجوز، عشان ما يفوتهاش قطر الزواج، عنوسة أو سنها كبر، فضل راجل ولا ضل حيطة. مفهوم طبعا مفهوم في منتهى، مفيش مبرر إن شخص يقبل إن يرتبط بإنسان ما عندوش شخصية، ما يقدرش يعتمد عليه، ما يقدرش بيحس معاه بالرجولة والأمان النفسي والأمان الجسدي والأمان في الحياة، عشان خاطر في الآخر أطبق مثل ضل راجل ولا ضل حيطة. مفهوم عندنا المثل كمان مرتبط قوي بان لو واحده مثلا فاتها قطر الجواز زي ما سياده الدكتور كان بيقول، او مثلا حد جاله طلقت مثلا، او عايشه مثلا في بيت حياه مش كويسه مع زوجها او كده، مدى صحه الموضوع ده ايه بالنسبه لحضرتك؟ لا طبعا هو احنا مش يعني احنا مش بنتجوز علشان خاطر نحتمي في الرجل، او هو بيكون شريك معانا ليه دوره واحنا لينا دورنا. يعني المفروض كان زمان كانت امي مثلا متعلمه في خريجي كليات الهندسه والطب بيمارسوا شغلهم، ومع ذلك عارفين قيمه الرجل. تشبيه الرجل بانه حائط او المقارنه بينه وبينه الحائط في الاثنين يكونوا مصدر ظل، ده ظلم طبعا لدور الرجل. الرجل ليه اكتر من دور في الاسره، الرعايه والحمايه، الدور المادي والدور المعنوي، بناخد كله باكج على بعضه، مش بنفصل على حسب احتياجاتنا، احنا عايزين ايه فيبقى ده افضل من الوضع اللي احنا فيه. ده طبعا على المدى القريب جدا بيدمر العلاقات الاسريه. احنا عندنا دلوقتي اكم من حالات الطلاق، ليه؟ انا باخد اجرب اقول ضل رجل ولا ضل حيطه، مبقاش في حب ولا تفاهم ولا تعاون ولا اي حاجه، واتجوز وخلاص علشان ده بيبقى بالنسبه لي مصدر موجود، ده مصدر للفلوس على حسب انا بقى ايه الاهداف بتاعتي. يكون عنده بوزيشن كويس، فلوس كويسه، عنده سكن، عنده مثلا ليه اهداف معينه، فانا اهدافي بتتوافق مع الاهداف دي. هل انا هقدر اكمل مع الجزء ده فقط، ولا انا محتاجه في حياتي كل الاجزاء؟ طبعا المراه الواعي المتعلمه المثقفه بتبص من منظور كلي مش من منظور جزئي، لان المنظور الجزئي ده ممكن يزول في اي وقت. يعني لو هو غني ممكن في اي وقت يحصل له ظروف ماديه فيفتقر، لو هو مثلا سليم فلا قدر الله ممكن ما يبقاش بعد كده. لكن احنا لما بناخد الرجل علشان هو فيه كل حاجه انا شايفاه هو ده المميز بالنسبه لي، هو ده اللي اقدر اكمل حياتي معاه، فهنا الامر بيختلف تماما. نصيحه الام والخاله دايما للزوجه اللي هي البنت يعني اللي بتبقى متجوزه وقاعده في البيت وعندها شويه مشاكل مع جوزها، عيشي يعني عيشي كملي حياتك، ضل رجل ولا ضل حيطه. والله احنا عندنا كتير قوي حاجات خاطئه في امور الزواج، وقرينا وشفنا حوادث كتيرة جدا، بنات حرام ملكة جمال وبنات مؤدبات وأولاد عائلات ظلموا وقهروا وقتلوا بسبب حوار عيشي. انت تزوجتي خلاص انت عدمتي. لا طبعا، هو احنا لو رجعنا لشريعة الله في الأرض القرآن الكريم ورجعنا للسنة، ربنا ادانا قانون ودستور نمشي عليه. بس مش عارفه الناس ليه ما بتنتهكش كلام ربنا، يعني سوري احنا عندنا دستور. تطلعات الستات انا شايفه دلوقتي بقت مختلفه شويه عن زمان، يعني زمان حته الارضي وعودي وعيشي وكده، دلوقتي ما بقتش موجوده قوي زي زمان.
يعني ما بتلاقيهم على طول لا انا هتطلق، لا انا مش عارفه اتكيف معاه، يعني دايما بتلاقيها، انا مش ضدهم طبعا بس يعني بقول لك انتشرت جدا. انا بقى مصاحبتي هي لسه يعني هو لسه الموضوع موجود يعني في بعض القرى في بعض المحافظات ستيل موجود عيشي، وفي بعض الاسر برضو عيشي يعني. لا اوكي انا مع ان الزوجه تكمل مسار حياتها وما تتطلقش وما تكونش هي تسعى للطلاق ولا الزوج، انا مع انه الاسره تبنى على اساس قوي ومتين. يعني ليه احنا نفكر ان احنا نتجوز؟ ايه الهدف من الزواج؟ لازم هنتجوز عشان ربنا قال لنا في القران ان احنا هنبني اسر وهنعيش وهنعمل بشريه. فلازم احنا لما نتجوز يكون عندنا اساس في حياتنا ان الزواج ده مسؤوليه، ان احنا هنكمل مع بعض، لازم نتحمل بعض، مش هنتلكك بقى ونتطلق ونخرب البيوت وبعد كده على اي سبب تافه. وبقت عدوى فعلا انه موضوع الطلاق، في ناس بتطلق عشان تفتخر وتعمل حفله وبارتي وفي بنات بيحطوا حاجات على وشهم. هنتكلم عن الاكستريم، مش فاهمه ايه ده يعني. هنتكلم على الوضع الطبيعي، قوام الرجل في البيت، حضرتك الرجل هو اللي بيحط الاساس، ازاي العيشه هتتم، ازاي الموضوع يبقى اجتماعي، ازاي هيقدر يسيطر على بيته. يعني انا اذا كان ليا حق ان انا اقول وجهه نظر، انا شايفه كده، هو اللي بيحط اساسيات البيت عنده. راي حضرتك ايه؟ طبعا كلام حضرتك مظبوط وكلام الضيوف الكرام كلهم مظبوطين. واخر احصائيه للجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء كان بيتكلم على الطلاق ونسب الطلاق، فعلا في حاله طلاق في مصر كل دقيقتين ونص. تخيل حضرتك يعني احنا قاعدين كده في الخمس دقايق دول اتنين اتطلقوا. ايه اللي وصل المجتمع المصري كده؟ اعلى نسب طلاق موجوده في المدن وخاصه المدن الساحليه ومدينه القاهره والجيزه، اقل نسب طلاق موجوده في الصعيد. طب ما تيجي نحلل الداتا دي ونعرف سببها ايه؟ هتلاقي الاعلام داخل فيها بجزء مهم جدا، والسوشيال ميديا والبرامج التي تحرض على الاندبندنت وومن، السيده المستقله، ومش عاجبك اتطلقي، ما تعمليش، برامج كلها للاسف برامج بتشوه تفكير المراه وبتشوه فكره الزواج، وبتحول الزواج من علاقه موده ورحمه الى معركه حربيه. مين اللي ليه الكلمه العليا؟ هي المشكله في الطلاق في ايه؟ ان كل واحد بيحاول ياخد دور التاني. الست بتحاول تاخد دور الراجل، تبقى هي القائد وهي اللي هي الكلمة العليا وهي القرارات. فدخول المهام في بعضيها وكل واحد بيحاول ياخد دور التاني، ده السبب الأساسي للطلاق. وارتفاع معدلات الطلاق ده طبعا ليه أسباب كتير جدا، بس أهمها القانون الحالي الأحوال الشخصية واللي يجب تعديله. احنا اتكلمنا فيه في حلقه قبل كده حضرتك، كانت حلقه كامله على قانون الاحوال الشخصيه وتعديله. طب انا بس كنت عايزه اكمل مع حضرتك النقطه دي. ايه اللي الرجاله اختلفت في ايه عن زمان؟ يعني عن جيل اهلي بابايا ومامتي وكده، اختلف ايه دلوقتي غير موجود الاعلام، غير وجود الاعلام خصوصا بالنسبه للراجل بالذات؟ يعني الحياه عامه اختلفت، يعني ايه اللي خلى الدنيا تنتشر فيها قوي الطلاق قوي عن ايام اهالينا؟ اقول لحضرتك هو ضغط الحياه نفسها، ضغوط الحياه نفسها، الضغوط المالية والاجتماعية والنفسية والأسرية، وكل حاجة اختلفت عن ما كان قبل كده. السوشيال ميديا المفتوحة وكل يوم بتشوف جرائم، وكل يوم بتشوف أحداث، وكل يوم بتشوف حالات طلاق لأسباب مختلفة، وكل حاجة في الدنيا خلي بال حضرتك فيها عدوى. يعني تلاقي عدوى الاحتفال بالطلاق زي ما حضرتك قلت كده، كل واحده بتطلق بتعمل حفله طلاق، عدوى الانتحار، حد بينتحر قدام المترو فتلاقي وراه كل يوم حد بينتحر بيرمي نفسه. ظاهره بعديها بشويه. ظاهره فالسوشيال ميديا على قد ما هي كانت ليها الايجابيات ليها السلبيات في الجزئيه اللي زي كده. تحمل مسؤوليه نفسه، يعني الضغوط النفسيه والعصبيه زودت تحمل المسؤوليه عند الرجل. المصاريف نفسها والحمل المادي والحمل المعنوي والتربيه نفسها، التربيه بتاعه الاطفال نفسها بقت مش حاجه سهله، ده بقت حاجه صعبه. انا كنت في المؤتمر بتاع ايطاليا وعرضنا ازاي نعمل تعديل لقانون الاحوال الشخصيه المصري،
كان أهم نقطة فيها حاجة اسمها اللياقة النفسية للزواج. إن أنا أجيب الزوج والزوجة زي ما بعمل بالظبط اختبار البطنة تعليقا على كلام حضرتك أصدر قانون في السعودية الأيام اللي فاتت دي إن الزوج والزوجة هيتعمل لهم تحليل نفسي قبل المرور بإجراءات الزواج أو هتكون أول دولة طبقت الكلام ده بعد أوروبا السعودية بالظبط. طب احنا بقى عايزين نتكلم في النقطه النفسيه للموضوع ده بما ان حضرتك دكتوره نفسيه. لا انا هتكلم عن الموضوع ده الاتجاه التربوي. احنا خلينا نحط العامل الاساسي هو العامل الاقتصادي. العامل الاقتصادي ادى ان الرجل مش قادر يتحمل الاعباء كلها لوحده فابتدت المراه تنزل تشتغل علشان خاطر تساعد في البيت. فده اداها الحق انها تبتدي تدير شؤون الاسره او البيت مع الرجل خصوصا لو دخلها زاد عن دخل الراجل بمراحل. بالظبط. في دكاتره الجامعات متزوجين مثلا مهندس دكتور بيكون الدخل بتاعها اضعاف اضعاف. ده بقى بيجي لتربيه الاسره. نرجع للتربيه. امي قالت لي ايه في وانا معاها في بيتها. عودتني تبقى العلاقه بينها وبين والدي ايه في البيت. هل امي كان عندها الوقت انها تديني التوعيه الكويسه انا واخواتي ازاي نتربى ازاي نتعلم. انا مش موجوده في البيت طول الوقت عشان انا بنزل الشغل وعشان اجيب فلوس. هل انا بسيب اثر جيد عند اولادي ولا طول الوقت بيشوفونا بنتخانق وبيشوفونا بنتكلم كلام خارج وبيشوفونا في حاله نفسيه واجتماعيه سيئه. كل ده بيسيب اثر عند الاجيال المتعاقبه بعد كده. اما بنيجي نتكلم عن الظروف الماديه. الظروف المادية أنا دلوقتي كل الميديا بتيجي تتكلم عن المرأة independent woman وانتي بتساعدي في البيت وبتساعدي في الأسرة يبقى لازم تشاركي في القرارات الأسرية. هو ده مش واجبها. هو ده وضع احنا قائم فعلا. يعني المرأة دلوقتي بقى بتساعد بطريقة كبيرة جدا في دخل الأسرة إذا ما كانش دخل الأسرة كله في بعض الأحوال. وده اللي في بعض البيوت يعني. وده اللي بيخلي يعني في بعض البيوت بيجبر الرجل المرأة إن هي تساهم أو تشارك. المفروض بنبقى في الاول انا الدخل بتاعي قد كذا. تمام. انت حابه تشتغلي اوكي. مش حابه تشتغلي هو ده الدخل بتاعي. لكن ما جيش اجبرها انها تنزل تعمل. في سيدات ما بتلاقي نفسها انها اجبرت انها تنزل تشتغل خلاص. طب ما انا بشتغل وبدخل دخل. طب ما انا اقعد انفصل واربي اولادي على الاقل هيبقى عندي حريه. اصل جارتي النهارده بتخرج كل يوم مش حد بيقول لها انت رايحه فين ولا جايه منين. طب هنقف عند نقطه حضرتك واحقيتها في اذا كانت تاخد القرار انها تقعد في البيت او لا ونرجع بعد الفاصل. عايزة أقول لحضرتك الست دايما ممكن يبقوا متفقين زي ما قالت الدكتورة إن هما خلاص أنت هتقعدي في البيت مش هتشتغلي بس بتطرق ظروف تانية بتضطرها إن هي تنزل تشتغل وساعات بيبقى يعني رزقها كويس فبتبقى دخلها أكتر من دخل الراجل بكتير فبتبتدي تحس بإن هي مصدر الثقة في البيت أو التقل زي ما بيقولوا فتبتدي تصدر قرارات شوية بشوية. أوكي أنا هدي حضرتك مثال. في فيلم كنا بنشوفه زمان الابيض واسود بتاع الفنانه مديحه يسري والفنانه عماد حمدي لما كان هو فنان تشكيلي بيرسم لوحات وهو بسبب عدم تفرغها حب شاديه تقريبا وكان هيتجوزها وهي فاقت في اخر لحظه ان هي كانت واخدها النفوذ والسلطه وانا 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 وكذلك كذا فيلم زمان. المشكله اللي احنا واقعين فيها دلوقتي واللي انا بناشد القائمين على الميديا في الدولة
بناشد فخامة الرئيس، بناشد كل القائمين على الميديا في الدولة. احنا المجتمع بيتأثر جدا بالإعلام وبالسينما وبالتي في وبالسوشيال ميديا زي ما تفضل الدكتور وقال. أنا بنتي النهاردة ثقافتها غير ثقافتي، أنا بنتي بتفتح التلفزيون بتشوف فيلم سينمائي في مشاهد خيانة، في مشاهد قتل، في مشاهد ضرب، في زوجة بتتعجرف على زوجها، في زوج بيظلم زوجته. فإحنا عايزين ده كله تأثر حقيقي بالميديا. الميديا لها تأثر عالي جدا على مخ الإنسان، لأن المشاهد اللي إحنا بنشوفها بتتخزن في العقل الباطن وبتتخزن جوه في حياتنا سايكولوجيست واي يعني. فإحنا لازم يكون عندنا أويرنس إن إحنا نقوي مجتمعنا بالميديا. فالأفلام زمان والمسلسلات كانت بتعالج، كانت بتطرح قضية وبتطرح علاج، بتطرح مشكلة وبتطرح معاها علاجها، وبتوريك الخطوات كلها ازاي الانسان يوصل في الاخر لبر الامان. طب احنا معانا اتصال، استاذ سمير اتفضل. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. السلام عليكم، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم، ممكن استاذن حضرتك يشارك في البرنامج؟ اتفضل حضرتك، سؤال حضرتك. بس احنا مش سامعين حضرتك، ممكن حته فيها شبكه؟ عايز اقول وجهه نظر حضرتك للدكتور. معلش استاذن حضرتك تكلمنا تاني، احنا مش قادرين نسمع. تمام، نرجع لكلام حضرتك. فسيادتك اللي انا يعني في بتكلم على تاثير الارم خطر جدا احنا بنتاثر بيه حاليا في المجتمع المصري، ان احنا لازم ننتبه ولازم نغير مسار حياتنا من ناحيه الميديا. الميديا لها تاثير قوي جدا على الاسر، على الاباء والامهات وعلى الابناء. احنا هننشئ جيل جديد، الجيل ده بياخد ثقافته من التلفزيون. انا ممكن اكون في الشغل طول النهار وزوجي ممكن يكون متوفي، اكون مطلقه، اكون مثلا ام واب، يكون زوجي او زوجي يكون ارمل. ففي هنا احتياج انه بيبقى في مربي اخر. بنتي ممكن تفتح التلفزيون وانا مش عارفه بتشوف ايه، بتتفرج على ايه، بتتثقف في ايه. فده له تاثير قوي جدا. السوشيال ميديا برضو لها تاثير يعني قوي جدا. يعني حضرتك بترجعي للميديا. طب دكتور هشام، احنا هي الزوجه بتنزل الشارع والزوج بينزل الشارع، يعني غير الميديا احنا بننزل وفي بيبقى احتكاك بناس، بتلاقي نفسها لا انا عليا مسؤوليه كبيره جدا ولازم ارجع اعمل شغل البيت والحاجات المتطلبه مني عادي، وهو قاعد ما فيش شغل مثلا. ده لا يعني مش طبعا مش فئه كبيره، بس انا بتكلم على الفئه دي. متنصحها تعمل ايه؟ يعني تتعامل ازاي مع موقف زي ده؟ يعني الست بتشتغل والراجل ما بيشتغلش وهي اللي بتصرف على البيت بالظبط. يعني ده وضع ده وضع افتراضي بس يعني موجود على ارض الواقع، مش بنسبه كبيره بس موجود. تمام، فاحنا نرجع نقول لها ضل راجل ولا ضل حيطه، يعني استمري في علاقتك عادي وكملي على هذا الوضع. وهي مش قادره تحس الوضع ده لان هي اللي بتعمل، يعني هي كل حاجه انا اللي بصرف. لا وانا ما اقدرش اقول لها ضل راجل ولا ضل حيطه، ما اقدرش اقول لها برده نفس المثل الخاطئ. انا اقول لها زي ما الدكتوره قالت، تربيتك ايه؟ انت تربيتي في اسره عامله ازاي؟ الاب والام، والدك والدتك كانت علاقتهم عامله ازاي؟ طلعت عندك انهي مبادئ؟ هل في اخلاق، في مبادئ، في تربيه، في ان الاب ليه احترامه وليه مكانته وليه كل التقديس قدام الاولاد، بحيث ان الاولاد دي تحس بالترابط الاسري ولا لا؟ يعني هي دي النقطه، هي دي التربيه. هي على اساس ايه طلعت؟ على اساس ايه معتقداتها؟ وهل يا دكتور ده امر مؤقت ولا امر دائم؟ لو مؤقت هستحمله؟ طبعا. لا هو الحقيقه ان في بيورد عليه، استحاله يبقى امر دائم. قصدي في بعض الحالات بيبقى ده امر دائم، بيبقى هو ده سلوك في الزوج ان هو ما بيشتغلش وبيشغل مراته. وهل بقى ساعتها تعويض ان هو اب كويس كويس دي ممكن تعوض ان ماديا ان هي اللي بتصرف؟ لا طبعا. لازم ساعتها فعلا هي بتفكر في الانفصال، وده بيبقى قرار صحيح. ليه؟ لان هي الاولى انها تصرف على اولادها ونفسها بقى من الدخل اللي هي بتدخله. طالما هو ده وضع قائم للزوج، هو مش حاسس بمسؤوليته، ما بيتحملش مسؤوليته في الاسره، غير ما يكون ان ده وضع استثنائي. لا، السيده المصريه بتتحمل كويس قوي وبتفهم ايا كان مستواها، سواء الفكري او الثقافي او التعليمي. لا، الزوجه المصريه منتهى الاحترام في النقطه دي. لكن على اي اساس؟ هل هو وضع مستمر ولا وضع يعني حاجه وهتعدي؟ وعلى اساس ايه الراجل قاعد في البيت؟ ما في رجاله قاعده في البيت للاسف بتشرب مخدرات.
أيوة. لا ما بيشتغل ولا حاجه بس مش عايز يعني يشتغل او بيحصل. او اشتغل في كذا انا بشوف حالات كده اه في فئه معينه فعلا بنتعامل معاها ده بيتعاطى مخدرات وحتى اللي مش عايز يشتغل ده برده مش حاجه سويه. هو المفروض ان هي اللي تنزل الشغل وهو مش عايز. لا المفروض يشتغل اي حاجه حتى وان كان هو متعلم ومصفح. ولو حصلت يعني لو الكيس دي موجوده عندنا في الحياه ومتواجده فعلا هل احتفظ بيه كأب بان هو اب كويس وزوج كويس ومخلص والحاجات الثانيه دي كلها واتنازل عن الجانب المادي؟ لا مش انا الجانب المادي طلعين من الموضوع خالص. انما كلمينا الجانب المادي اللي بيعمل عليها ضغط. لا جانبين كلمينا عن الجانب الاخلاقي. كلمينا على العلاقه اللي بينهم والتربيه المشتركه اللي بينهم للاولاد. ما تقوليليش مثلا ان احد الاطراف بيتعاطى مخدرات والتاني بيشتغل والتاني بياخد منه فلوس عشان يجيب مخدرات والعلاقه دي تكمل وضل راجل وضل حيطه. لا طبعا دي علاقه سامه. لا يا دكتور هي بتتكلم عن حاله طبيعيه نورمال مفيش مخدرات بس في الحاله دي زي ما اتفضلت الدكتوره وذكرت احنا هي الزوجه اكتر انسانه تقدر تقيم حاله الزوج لان هي عايشه معايا. يعني انا لما اكون متزوجه راجل وعارفه ان الراجل ده محترم معايا وطيب وحنون ومعاه فلوس بيصرف عليا وبيراعي اولاده وجه في فتره من الفترات حصل له دروب حصل له احنا معرضين ممكن يكون جاله اكتئاب ممكن تعب ممكن يتعرض لمشاكل في الشغل ممكن بيدور على شغل وما لقيش. انا هنا دوري كزوجه وتربيتي واخلاقي لازم اسنده واساعده وان انا افتح له ابواب للشغل واكلم اهلي واكلم صحابي واساعده وادي له الباور وادي له قوه اللي هو الثقه في نفسه ولو معايا فلوس ادي له اقف جنبه افتح له مشروع بس هو ما يتنادلش معايا بعدين بعد ما ادي له فلوس يرميني في الشارع. يعني في حالات كتير حصلت يعني فهو هي علاقه مشتركه. يعني هي شفنا نماذج الفتره الاخيره اللي نقل الكبد اللي حصل بين زوج وزوجته يعني حاجات جميلة. يعني على قد ما في حاجات في المجتمع المصري بس في حاجات برضو بتفتح النفس ان لسه عندنا في حاجات جميلة في أخلاقنا في تربيتنا في العلاقة الزوجية بين الرجل وبين المرأة. الصفات اللي ممكن تقولي لها تنصحي بنتك بيها لما تيجي تتجوز في الرجل أول حاجة ان هو يكون يعني مثلا لو هي متعلمه لازم تاخد حد يكون يساوي ليها في درجه التعليم على الاقل. ليه؟ ما نقولش ان لا في حالات استثنائيه بيكون الرجل واثق في نفسه وبيشتغل انا بحبه شايفه فيه اخلاقيات اكتر ده على حسب القرار. لكن الحاله النورمال في المجتمع ان لازم لو انا عندي قدر معين من التعليم يبقى الرجل عنده قدر من التعليم لان ده بيخلق خلافات كتير جدا. وعلى فكره في مشاكل كتير زوجيه وتنتهي بالانفصال عشان النقطه دي عشان انا بقول ضل راجل ولا ضل حيطه فانا اخد ممكن حد اقل مني تعليميا وهكذا. تعليميا ولا ثقافيا؟ يعني ممكن هو يكون تعليمه مش قد كده بس مثلا مثقف عنها كتير وهي خدت التعليم وخلاص وقفت على كده. على حسب قدراتها هي في التحمل. ولكن معظم الحالات اللي احنا بنشوفها في الاتجاه ده بيكونوا تعليميا غير متساويين فيبتدي هو يقول لها لا طب شغل لا طب الشغل ده لا يبتدي هو نفسيا بيكون مش سوي قوي فغصب عنه ان هو حاسس انها اكتر منه تعليميا فيبتدي ايه يوجهها اتجاهات مش بتكون صحيحه. فطبعا بينتج خلاف وخلاف بيكون كبير ويبتدي حاجات تتراكم فيبتدي في الاخر يحصل الانفصال. الا لو كان بقى هي شايفه ان الزوج ده مهما ما كان هو اقل منها تعليميا لا عنده حاجات تعوض عنده اخلاقيا كويس عنده ظروفه الاجتماعيه كويسه ظروفه الماديه كويسه معيشه هو مش حاسه ان هو اقل منها على حسب ده بقى بيرجع على حسب قدراتها هي النفسيه في التحمل او التعامل. فدي نقطة. النقطة الثانية ان انا لازم يكون بيعتمد على نفسه ما بيعتمدش على الغير لان هو لو هي دي اهم نقطة يا دكتور اللي هو يبقى الرجل معتمد على نفسه مش على ابوه او اهله او كده لانه لو بيعتمد على الغير هيجي في وقت من الاوقات يعتمد عليا ويزيد عليا الضغوط وممكن يكون عنده حالة من اللامبالاة فلاقيه قاعد هو في البيت ما عجبوش الشغل كل يوم بيسيب شغل ويفضل قاعد في البيت وانا اللي متحملة كل الاعباء والضغوط وده كمان بيحصل وسبب انفصال كتير. لكن انا بشوف ان مثلا من 40 ل 60% من حالات الطلاق اللي موجوده دلوقتي هي عدوى الطلاق. انا بشوف زوجي مثلا بشدد في امر من الامور لا ما تخرجيش مثلا او اخرجي او ترجعي في التوقيت وجارتي لا عندها مطلقه مثلا وعندها امكانيه انها تعمل
اللي هي عايزاه في الوقت اللي هي عايزاه. فبالتالي انا بقول انا دلوقتي بشتغل بجيب فلوس في البيت، طب ليه انا ما انفصلش وابقى زيها؟ اذا كان على الاولاد طب ما انا اصرف عليهم. والسيدات ما بتلاقيش في ده خالص مشكله دلوقتي، وبتبتدي وبتقوم فعلا بواجباتها وبتربي الولد والبنت، بس هي عايزه قدر من الحريه. فهنا برضو بيكون مساله التفاهم. بس اقول حاجه، اتفضل. اللي بيدفع الفاتوره هنا الأولاد، وهي كمان الزوجة كمان بتدفع فاتورة كبيرة جدا. طب حضرتك حتة فتح البيت قوي، يعني الدكتورة قالت دلوقتي أنا بشوف جارتي، وزمان ما كانش في حد بيشوف حد، يعني كل بيت مقفول على نفسه بكل اللي فيه بقى، اجتماعيا ماديا كل حاجة. يا فندم وليه إحنا نقلد الغير؟ يعني أنا ضد إن أنا أشوف جارتي أو أشوف زميلتي وأقلدها أو أقارن نفسي بيها. كل إنسان فينا في حياته اتربى بطريقة معينة، حياته تختلف عن انسان تاني، حتى الارزاق تختلف. ان هي تبقى شايفه، يعني حتى لو شافت انا دلوقتي مثلا جارتي بعمل ايه، جارتي بتخرج 24 ساعه، جارتي بتروح بارتي، بتروح ديسكو، بتروح بتسافر اوروبا، وات ايفر. انا انسانه امكانياتي ما تساعدنيش وما تسمحليش ان انا اكون في الوضع ده. ما ممكن جارتي دي عندها في حياتها حاجات كتيره جدا بتؤلمها، بس هي ما بتظهر ليش. فانا لما اعيش حياتها دي هتألم اكتر منها. فهنا الرضا بما قسم الله، ان الانسان لازم يكون راضي بحياته، سعيد بحياته. السعاده عمرها ما كانت بالماديات ولا عمرها كانت بالشكليات، السعاده في الرضا الداخلي مع النفس والاقتناع ان احنا ربنا خلقنا فوق بعض طبقات. يعني انا ما اقدرش اكون زي واحده غنيه، ربنا خلقني متوسطه الرزق او خلقني بسيطه الرزق، فلازم انا اكون سعيده بده. انا اخلق الحب ما بيني وبين زوجي، انا اخلي حياتي مع زوجي سعيده، انا اخلي حياتي اكيفها على حسب الظروف المحيطه بيا. فهنا ما ينفعش ان انا اقارن نفسي، والله جارتي بتخرج يبقى انا اخرج، جارتي راكبه عربيه يبقى انا اجبره يجيب لي عربيه، جارتي عملت النهارده مش عارفه بفتك يبقى انا لازم ايه ده. هنا بقى بنرجع تاني للسوشيال ميديا اللي حضرتك. طب ما اجيب جارتي واجوزها كل حاجه مفتوحه، يعني احنا بنخرج الناس شايفه، قاعدين في البيت الناس شايفانا كل حاجه. احنا النهارده التلفزيون والراديو والكلام ده اللي احنا بنقدر نتحكم فيه كدوله، هو مش هو ده اللي بيتفرج عليه اولادنا. دي حياه افتراضيه. احنا عايشين حياه افتراضيه. احنا مصيبتنا دلوقتي ان احنا عايشين حياة غير حقيقية. وحتى انا شفت اعلان اوروبي disconnect to connect، يعني افصل الموبايل عشان تعمل كونكشن مع الفاميلي مع العيلة. وفعلا من ساعة ما الموبايل دخل حياتنا احنا انفصلنا عاطفيا. يعني زمان كنا بنقعد على طبلية واحدة بنلاقي حنية الام وحنية الاب، حتى لو الاب غلطان مسلسل واحد وفوازير واحدة بيحصل لما النور يتقطع. بس في احتواء النت يتقطع النهاردة موضوع. كل واحد قاعد محشور جوه اوضة ومحشور محبوس جوه صندوق اللي هو الموبايل. هنا برضو انا بنوه سيادتك على موضوع مهم جدا، ان احنا الموبايل في ايدك والتلفزيون الريموت كنترول في ايدك، والمشاهد اللي انت بتشوفها في ايدك، انت اللي تعمل كنترول، انت اللي تختار هتشوف ايه. انا لما بدخل على الفيسبوك اول ما دخلت عليه لقيت داخلين لي ناس بنات ريانة وشباب مش عارف عاملين دول حصان وشباب حاطين لبان وحاجات كده، انا دي ما تناسبنيش. بلوك بلوك رحت عملت انا انفيتيشن لناس مناسبة لعقليتي وثقافتي، اللي هو ان انا عاملة الفيسبوك صفحة ثقافية اتداول فيها الاخبار الوطنية، اتداول فيها اخبار الفن، اخبار الاعلام، الميديا، واطرح فيها فكري اللي يخدم المجتمع. فبدأت اختار اللي هو التيم اللي انا عايزاه او الجروب اللي انا عايزاه، واختار المشاهد اللي انا عايزاها. امبارح انا حطيت مشهد لبنت اوروبية بتلبس بنطلون والبنطلون ضيق جدا فاتقطع، فلقيت صديق من اصدقائي بقدم له شكر من خلال البرنامج قال لي ايه ده صفاء، انا عمري ما شفت عندك حاجه زي كده، احذفيه عشان ده مش مناسب. يعني حضرتك بترجعي المشاكل كلها للانفتاح الدائم قوي في الميديا. لا لينا احنا، لينا احنا كمان نساعد عليها طبعا. زمان حضرتك يعني المجتمع زمان كان فيه برضو انفتاح، بس كان على ستايل زمان. زمان واحنا اطفال كان بياخدوا خبراتهم كلها كانت مش شارع. أيوة، يعني احنا كنا بنشوف الشارع، نقعد في البلكونه نشوف الشارع، بس كان في برضه ناس منفتحين. ما كانش في العيب، مش في الميديا، العيب فينا احنا، العيب في المستخدم. المستخدم صح. الميديا دي ده شيء كويس جدا، بيجيب لك العالم كله بجميع الاخبار بجميع الاحداث لغايه عندك وانت قاعد مكانك، ولكن انت داخل فين، انت رايح بدماغك فين وماشي مع ايه، وهل دي تقاليد مناسبه لعادات الشعب المصري او الشعب الدين الاسلامي ولا لا. ما انت لازم تحسبها، ما تبقاش كده زي الببغان بتكرر، زي الصبره الراقصه كده بتكرر الكلام وبترقص عليه. امتى حضرتك نقول على تقول العكس بقى بتاع المثل، هو ظل حيطه ولا ظل ست في البيت؟ ظل حيطه
يعني انت تقول انا هنستغنى عن الست ووجود الست في البيت؟ استحاله. الست دي عمود البيت، مصدر السعاده الاساسيه هي المراه في البيت. لو عايزه استقرار حقيقي وعايزه سعاده حقيقيه دوري على المراه. بس مش المراه النكديه زي ما السعاده السعاده لا حقيقي دوري على المراه المتفاهمه اللي عارفه تحتوي زوجها، تحتوي مشاكله، تحتوي الابناء، تسمع لهم، تنصت لهم، عندها الوقت ان هي تزرع الاخلاق والتربيه في اولادها. دوري على الست دي. نقطه مهمه يا دكتور، عندها الوقت اللي تقدر فيه تعمل كده بالظبط، هتعمل ازاي في وسط شغلها وان هي سعيها ان هي توفر الفلوس. جزء من العبء الاقتصادي للاسره بتدافع عن المشاركه، فهي بيغيب عنها دور التربيه غصب عنها. هي عقبال ما بتوصل، او جزء منه على الاقل، او جزء منه عقبال ما بتوصل البيت، فين مذاكره مع الاولاد، فين انها بتربي، فين انها بتحط الاسس والاخلاقيات وكل الكلام ده. ما بتقدرش خلاص، انا ببقى عايزه انام تاني عشان اصحى تاني يوم، وهكذا وهكذا. فبيتربى الابن او البنت على عادات وتقاليد هو اللي بيدخل على. احنا بنتكلم علينا احنا ان احنا ناضجين وبنفهم احنا بنعمل ايه، لكن الحقيقه السوشيال ميديا اصبحت دلوقتي تطلع كل الشباب، واحنا مش هنقدر نمنع ومش هنقدر نحط معايير. احنا في كل زي مش السبب، يعني ممكن تكون سبب من اسباب الطلاق او كده او سرعه الطلاق، لكن مش السبب الاكبر. حضرتك شايفه ان هي السبب الاكبر في الطلاق؟ في الطلاق هي احد الاسباب، احد الاسباب طبعا. السبب السبب الاكبر هو السبب الاقتصادي، ومن بعده السوشيال ميديا اللي بتنشر المشاكل وتخليها قدامنا شيء بسيط. يعني انا دلوقتي بشوف واحده بتطلق، ده امر بيحصل كل يوم. ليه؟ لانه ابتدى يعني الخبر بنلاقيه منشور على الميديا خلال اليوم مليون مره، في عيني وداني بتشوفه وتسمعه مليون مره. انا عايز اذكر نقطه مهمه جدا، انا اسفه لمقاطعه حضرتك. من ايام ثوره يناير في غرف الكترونيه اجنبيه اتعملت لتدمير المجتمع المصري، بيبثوا اخبار غير حقيقيه واخبار بتبث السموم في جوه الاسره المصريه. يعني مثلا لاحظت ان الموضوع ده اصلا يعني دقيقه قوي في حكايه الفيسبوك، بيدخلوا بيعملوا ايه؟ بيبقوا مش مصريين، فبيكتبوا مثلا ايه؟ الست المصريه اوحش سيده على مستوى العالم، الست المصريه، ويجيبوا بقى مقارنه بينها وبين سيدات، ويجيبوا صوره رجال تاني. ايوه ويجيبوا صوره وعلى البنت وعلى النقيض برضو بيعملوا كده للرجاله. ايوه يعني الرجل الرجل المصري هم بداوا بالست وبعدين بداوا رجعوا قالوا عن الرجل، والرجل المصري مش عارف ايه، ويجيبوا صوره من فيلم مثلا لفنانه او لحد لابس هدوم مقطعه، فدي الست، ده شكل الست المصريه. انا بدات ادخل وانوه يا جماعة الكلام ده مش حقيقي، الست المصرية أعظم ست في العالم، والست المصرية أكتر ست صبورة، وأكتر ست بتتحمل وبتربي، بتبقى وزيرة وبتيجي من الوزارة بتطبخ، ويعني ده مش موجود في دول كتيرة جدا. أنا عشت برة وشفت سيدات بتبقى معاها دبلوم ولا إعدادية وبتجيب خدامة خدامة أو اتنين يخدموها في البيت ويربوا لها الأولاد، لكن الست المصرية عظيمة، بتربي وبتشيل زوجها وبتشيل أهل زوجها وبتشيل الضيوف وبتطبخ وتغسل وتعمل كل شيء. كذلك الرجل المصري هو أعظم رجل في العالم، لأنه رجل بيفضل في الشارع طول النهار يشتغل وبينمي وبيطور من نفسه. فهنا لازم ننتبه إن مش كل ما ينشر في الفيسبوك أو في السوشيال ميديا أو في التلفزيون إحنا ناخده على إنه حقيقة. دي حياة وهمية، حياة افتراضية، ده غير مؤثر بالنسبة للأسر المستقرة اللي فيها الزوج بيقوم بواجبه والزوجة بتقوم بواجبها. فمهما ما قلتي ده وحش ولا ده حلو ولا ده أقرع ولا ده خلاص، هو كل واحد شايف، هو كل واحد شايف ان ده أفضل حد في الدنيا، فبالتالي الأمور مستقرة. لكن بالنسبة للأمور اللي مش مستقرة أو اللي فيها جاب أو اللي فيها ديفكت، كل حاجة من الكلام ده بتأثر في الزوجين سواء الرجل أو السيدة وبتتبروز بالظبط. طبعا ناخد ختام للحلقة من حضرتك. خلي بال حضرتك بس أنا عايز أعلى على النقطة دي. غير السوشيال ميديا في فيجرز في المجتمع، في ناس مفروض ان هم يخلي بالهم من كل تصريح ومن كل كلمه بتتقال، لان دول تعتبر واجهه المجتمع. لما حد يطلع يقول لي في حاله الطلاق الزوجه تاخد نص ثروه الزوج، ما انت ده بتجيب من مجتمعات تانية ومجتمعات اخرى عايز تطبقه في مجتمع. الدين الاسلامي حط معايير للقصه ديت، الموضوع مش محتاج. لما تيجي تقول لي لا لتعدد الزوجات مثلا او يتحبس الزوج عشان تعدد الزوجات، فانت بتحاول تطبق حاجات من بره وانت فيجرز، يعني انت هيئه للمجتمع المصري، ما ينفعش يطلع منك احاديث بهذا الشكل. فنخلي بالنا بس من الناس ديت اللي هم الواجهه الاجتماعيه دي، لان ناس كتير جدا للأسف بتمشي وراهم
وده بيسبب في كوارث اسريه وانفصال اسري. اللي عايز اقوله بس اهميه بصفه حضرتك ليه خبره كبيره في المجالات دي اهميه وده يمكن ليه 4 أو 5 ابحاث منشورين على القصه دي، اهميه التوافق النفسي والاختبارات النفسيه قبل الزواج. الزوجه بتكتشف او العكس، الزوج بيكتشف شخصيه تانية خالص غير اللي كان خطيبها بعد الزواج، شخصيه عنيفه، شخصيه عنده اي اضطرابات نفسيه، فبيتسبب في صدمه جديده جدا وانهيار للاسره اللي بيدفع ثمنها الاطفال بتاع الزواج. عشان كده احنا جبنا حاجه اسمها اختبارات التوافق النفسي بين الزوجين، بحيث لو في مشكله عند احد الطرفين اعرفك. خلي بالك ان خطيبك ده بيبقى عنده مشكله اضطراب في الشخصيه او مرض نفسي، وليكي حريه الاختيار انك تكملي معاه او لا، وليك المعايير بتبقى حاجه اجباريه قبل الزواج زي الكشف الصحي، وليك المعايير كمان اللي انا اساعدك بيها انك تتعاملي مع مثل هذا المرض او العكس، بس بحيث يبقى فيه شفافيه ووضوح في هذه الجزئيه عشان نقدر نطلع باسره مستقره تبني مصر، تفضل مصر ان شاء الله صلبه ومستقره. دكتور هشام متشكرين لحضرتك جدا، تشرفنا البرنامج، متشكرين لحضرتك يا دكتوره، اهلا بحضرتك في مصر، متشكرين ليكي جدا، سعدنا بيكم مشاهدينا، وان شاء الله تابعونا الاسبوع الجاي.